وإلى أخبار الفريق الأول، حيث تغيب المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم على ملعب التتش بسبب قيامه بإجراء أشعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة طنطا أمس. وخرج وليد أزارو من مباراة الأهلي وطنطا أمس في الجولة 30 لبطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف لشعوره بإجهاد في العضلة الخلفية. ومن المقرر أن تحدد الأشعة حجم إصابة وليد أزارو والمدة التي يحتاجها للعلاج تمهيدا للعودة للتدريبات والمباريات. وبدأ الأهلي صباح اليوم الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز. حصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن المران الجماعي للفريق اليوم. وقال السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن السولية حصل على إذن بالغياب عن مران الأهلي اليوم بسبب ظروف خاصة باللاعب، كما غاب هشام محمد لاعب وسط الفريق عن التدريبات بسبب شكواه من آلام المعدة. وينتظم السولية وهشام في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من يوم الخميس المقبل بعد الراحة المقررة لجميع اللاعبين غدا الأربعاء.